مساء الخير، حياك الله، تفضل معي. معك عبد الحكيم. شيعي ولا سني؟ شيعي؟ عندك رد على موضوعنا اليوم يا عبد الحكيم؟ نعم. تفضل. عبد الحكيم الفيلسوف، تفضل. انا معلش لازم انتبه لحضرتك، تفضل. شكرا يا سيدي، شكرا. يجب أن نفرق بين الإكراه بمعنى تقبل الشيء الذي يكره عليه الإنسان، وبين الكره أي عدم المحبة وعدم المودة. أحسنت. حملته كرها ووضعته كرها ليس لها علاقة بمحبة الحسين أو كره الحسين، أمال. بل له علاقة بالمعلومات التي تلقتها فاطمة لا لا لا، قبل استنى حمله، بس، أنت كنت ماشي فقبلت حلو يا عبد بمشيئة الحكيم، الله سبحانه أنت وتعالى. كنت ماشي حلو. هناك فرق ما بين الإكراه والكره. أنت كنت ماشي حلو لحد دلوقتي. إذا حمل فاطمة للحسين كان إكراها أم كرها؟ إكراها. إكراها، يعني حملت غصب عنها، صح كده؟ كأم أيوه أم، أيوه كأم، يعني إذا تربي لها. أكرهت فاطمة على حمل الحسين، صح؟ هي أكرهت على حمل الحسين أيوه ولكنها قد قبلت اسمعني مشيئة بس، الله. أكرهت على حمل الحسين، صح؟ نعم. من الذي أكرهها على حمل الحسين؟ مشيئة الله. يعني إذن الله سبحانه وتعالى هنا كان ظالما لفاطمة أم عادلا بهذا الإكراه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا لا إكراها، يمكن. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا إكراها في الدين. فما بالك بقى ما علاقة الدين؟ ما أقول علاقة لحضرتك، الدين أقول الآن يا لحضرتك، عزيز؟ يعني شوف الدين اللي هو ما إيه؟ علاقة أكمل الدين؟ لحضرتك والله. لا إكراها في الدين، يعني الدين نفسه اللي هو ربنا أنزله للناس قال لا إكراها فيه. فكيف بأحب النساء إليه أن يكرهها على أمر؟ يا سيدي العزيز، أنت تخلط الأمور. لا علاقة بهذه الآية بهذه الآية، آيتين مختلفتين، وكل منهما له علاقة بشيء يا معين عم انا مختلف دلوقتي عن بسألك، الآخر. كيف اكرهها الله على الحمل بالحسين؟ جاوبني اتفضل. أنا أقول لك، الله سبحانه وتعالى له مشيئة بأن يولد الحسين لا انا وأن بتكلم في اكراه، يتنبه كيف له تم الاكراه ويتوكل يا معه. استاذنا؟ المشيئة اللي احنا عارفين، انا بكلمك اكراه، تقول حملته كرها اي الله سبحانه، اكرهت عليه، تمام؟ حضرتك بتقول اكرهت على هذا الحمل، صح؟ نعم ماشي، حملته كرها ووضعته كرها، مش كده؟ نعم كيف وضعته ليس كرها؟ من الكره أي عدم المحبة، طب بعد إذن ولكن حضرتك، الكره هو الكره من الإكراه، أي أنها كأم ستحمل به وتضعه وهي تعلم بمصيره، وهي لا تقارنها بأم عادية. مش الآن بتكلم في تتكلم عن مصيري، الأخ الله قبل يفتح قليل، حالك. طيب تقارنها أستاذ عبد بأم الحكيم، ستكون سعيدة إذا ولد أستاذ ولد عبد لها. الحكيم، كيف تقارن مولد الحسين بمولد غيره؟ أستاذ عبد الحكيم، أستاذ عبد الحكيم، أنت راجل نعم حكيم، نعم حضرتك أعلم باللغة العربية نعم ولا الإمام علي وابن أبي طالب أعلم باللغة العربية؟ تفضل. سؤالك ما جاوبنا عن سؤالي، عشان أتفضلين مش فضل واحدة بس. مين أعلم باللغة، حضرتك ولا الإمام علي؟ اللغة العربية عند الإمام علي هو فتحة للغة العربية. يبقى إذن أسئلة يعني ليس لها، ممتاز، يعني ليس لها منشأ. ممتاز أستاذ، لا أحد يعني إذن يستطيع أن يعني يفتح، معلش معلش لا يستطيع يا أحد أن أستاذنا، يا يفتح الإمام أستاذنا، علي يعني باللغة يا العربية. أستاذنا، شوف كلام فلسفة، مش أنت أعلم باللغة العربية أم أهل بيت النبي أعلم باللغة العربية اللي هم الأئمة الاثنى عشر؟ اطرح ما لديك، تفضل. شو بدك تحكي؟ ليش اديني بدك توصل يعني؟ دليل واحد عن الإمام قيم القرآن المفسر للقرآن اللي يقول نفس الكلام البطيخ اللي أنت قلته، كرها وليس إكراه. اتفضل. أولا احترم نفسك، البطيخ. هذه الكلمات يجب أن لا تنسبها إلى نفسك كشخص باحث. يعني أنت إنسان محترم، استنى وبهذه استنى، الحالة يعني اللي تقصد يا بجانب استاذ عبد احترامك. الحكيم، يا اللي بيقول البطيخ ويتكلم في البطيخ ده غير محترم؟ الاحترام للشخص شوف انا المقابل اسالك سؤال، يجب أن لا تستعمل هذه الألفاظ. يعني هل الامام، تريد يعني أن لو أقول المولى لك طلع أنك على المنبر تتهمني؟ واتكلم بالبطيخ عندك يكون غير محترم؟ طب ماشي، مش موضوعنا. لو الامام اتكلم في البطيخ يكون غير محترم؟ مش موضوعنا. طب خلينا بس في موضوعنا، هات لي دليل عن اهل البيت يقول نفس الكلام، تمام، اللي حضرتك قلته، ان كرها غير اكراها أنا يعني. غير ملزم، أنا غير ملزم بالدليل، أنا غير ملزم بالدليل. أنت طرحت طب الحديث حضرتك، وانا ملزم وفهمت ليه ليس اسمعك؟ الإكراه. والله وانا مش ملزم اسمعك، ولا ملزم اسمع كلامك البطيخي، ولا ملزم تخش علينا باكاذيبك، ولا ملزم لي اي حرف باللي انت قلته، ولا للمستمعين، لانه بلا دليل، بلا
دليل. فليه نسمعه اساسا؟ يعني ما شاء الله الامام علي فتح للغه العربيه. طب حتى انا غير ملزم باي كلام، هو تخترع لنا دين جديد؟ هو كل شيعي بيخش، ما ده الاشكاليه يا اخوانا الاحبه، كل شيعي بيخش بيخترع دين جديد وكانه امام معصوم ونص، يا إيه غير ملزم؟ ايه ما بتاخد دين ابوك منين لما انت غير ملزم؟ ماشي، بتاخده منين؟ يعني انت الدين الابوي ده بتجيبه منين؟ غير لما انت غير ملزم ازاي اصلا بتتكلم في الدين؟ اذا كانت روايات اهل البيت غير ملزمه ليك، اقوال الامام غير ملزمه ليك، القران باللغه العربيه حملته كرها وليس اكراها، لم تكن الايه اكراها، تقول لا اصل كرها غير اكراها، من اكرها؟ الله اكره فاطمه، اول كانت داخله للحيط فيه. الله المستعان.